السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة رؤية تبين بيعة المسلمين للمهدي بموسم الثلج وفرح المؤمنين بالنصر العظيم. أحباب الله، أحد الأحبة بعث لها الرؤية قال: السلام عليكم شيخنا الفاضل، رأيت رؤية قبل بضع سنين، لا أدري متى بالضبط، رأيت نفسي والكثير من الناس في المدينة المنورة ننتظر مجيء النبي محمد من مكة، هجرة النبي من مكة للمدينة، وكان الصحراء شديد البياض، كأن ثلجا أغرق الصحراء أو أن الرمال تحول لونها أبيض، ثم بان الرسول وهو راكب جمل ومعه شخص، ففرحنا كثيرا وصرنا ننشد، طلع البدر علينا وكنت أبكي من الفرح، ولكن عندما اقترب الرسول رأيت كأنها تنقصه بالخصال الشريفة، وكان لم ينتبه أحد إلا أنا إلى ذلك، وقل فرحي حينها انتهى. أحباب الله، هذه الرؤية بتدل على أنه بيعة المهدي ستتم في الثلج، موسم يكون فيه ثلج، ويروح وبذهب إلى المؤمنين ولو حبوا إلى الثلج، حبوا على الثلج، ولكن الناس رايحين، بعض الناس انصدموا من المهدي لأنه مش زي ما بتوقعوا، يعني هم بتوقعوا واحد راح يكون زي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بس المهدي أخلاقه كأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، بس هذا أعماله مختلفة، أعماله بده يملي الأرض عدلا وقسطا، يعني لازم يكون شديد وصارم، عشان هيك في بعض الناس مش رايحين ينبسطوا لما يجي، بس هو راح يكون سيف محق للظالمين والفراعنين. أما الناس المظلومين والمستضعفين والمؤمنين وأصحاب الحوائج والمحتاجين رايحين يفرحوا فرحة واستقبلوا كما استقبلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدفوف، إنه إيش طلع البدر علينا من ثنية الوداع، يعني هي بتدل على المهدي عندما يأتي. أنت عليه أحباب الله، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.